جدا يا عادل، عريسي خطيبي بقاله يوم كامل ما خرجش من الاوضه، اعمل ايه يا عادل؟ يا سناء، ايه المناحه اللي انت عاملاها دي؟ الراجل ممثل اكيد قاعد مع نفسه بيركز في دور هيعمله ولا حاجه. بس يا ابني ما يصحش، لازم يجي يقعد معنا سايبه. كيس مين ده يا عادل؟ هو ايه اللي جاب هتلر هنا؟ يا جماعة ده هو نفسه صاحبي، يعني شادي، بس اكيد متقمص شخصية هتلر. متقمص ايه بس يا بابا؟ ده راح الحمام. هو يعني هتلر ما كانش بيروح حمام؟ ده نوع من انواع التقمص الحقيقي، زي احمد زكي لما عمل السادات. ايه اللي بيحصل ده؟ سايبين الحرب العالمية تتفرجوا على التلفزيون؟ قوموا انهضوا، جهزوا الجستافو عشان نحتل فرنسا بعد 3 ساعات. حد بصلي في الجوازة يا عادل، ايه ده يا اخويا؟ هودوه، هو بيعمل هتلر دلوقتي، خدوه على قد عقله. هودوه، ده كل دور بيعمله بيقمصه، امال لو عمل سفاح هيعمل ايه؟ انت بتقولي فيها يا ماما؟ ده ايام الجامعة عمل مرة شخصية واحد ميت، كان عايز ينتحر. اسمع يا رومل، ده على اساس ان انا رومل. حاضر. ايوه اصلا هتلر. عايزك تجهز لي فرقة من الجيش، عايز اطلع روسيا، عايز احتلها قبل الصبح ما يطلع. ايوه بس قبل ما الصبح يطلع هنبقى بالليل والجو في روسيا اكيد متلج يعني. ايوه فاتتني دي. طيب نحتلها الظهر تكون الشمس طلعت. ايوه بس انا يعني ام رومل مش عايزاني اطلع الحرب دي، معلش لا مؤاخذه عن هتلر. اوعى، هو انت عايز تفلفص من الجوازه؟ تعمل لي فيها هتلر، تعمل لي فيها راس بوتين، تعمل لي فيها راس حربه، هتجوزك يعني هتجوزك. السما بطلت تمطر عرسان يا حبيبي، وانت مش هتلر، انت شادي. اقبضوا على كل اللي اسمهم شادي. قلت لك انت اسمك شادي. انا هتلر. شادي. هتلر. شادي. هتلر. هتلر. عملت ايه في الراجل؟ ما اعرفش وقع من ايديا. مسيو. يا دكتور طمنا، هيحصل له ايه؟ انا اديته حقنه هيموت بعد شويه. قصدي هيفوق بعد شويه. اهم حاجه بس يفوق على طول قبل بكره الصبح، لان بكره الصبح عنده حرب مهمه جدا. طب دلوقتي يعني هو عنده ايه حضرتك؟ الحقيقه بعد الكلام اللي انتوا قلتوه وبعد الكشف الصعب اللي انا عملته اكتشفت ان هو عنده ايه؟ عنده ايه؟ حاله مرضيه صدمه عصبيه قاسيه جدا بتخليه ينتحل للشخصيات التاريخيه الحربيه المهمه. يعني هو كده مش هيرجع يقوم هتلر تاني؟ لا، ممكن يقوم اي حد تاني. يعني ممكن يقوم مثلا احمد عرابي، البطل احمد عبد العزيز، البطل سليم من عيد، اي شرح يمشي فيه ممكن يقومه يعني. يا سيدي انت يا دكتور، هنعالجه ازاي من التقمص اللي هو فيه ده؟ انا هديله دواء، بس اهم حاجه لما يتقمص شخصيه محدش يفوقه والا الحاله هتتدهور. بابا يعني عمو شادي كده بقى عبيط؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ انتوا مين؟ ازاي دخلتوا مركز القياده بتاع هتلر؟ سوري وي ار سوري. انتوا مين؟ انجليز يا ما فرنسويين؟ لا احنا مصريين يا عمو شادي، قصدي يا عمو هتلر. مصريين؟ يعني احنا في العالمين؟ اندهولي كلب الصحراء اللي اسمه رومل. اتكلم يا رومل، اتكلم. امر يا باشا. انت على طول بتغلط، ما اسموش كلب الصحراء ولا ايه يا رانيا؟ طبعا معلوماته ضعيفه، ما اسموش كلب الصحراء، ده الثعلب الصحراء. طب حضرتك قبل يعني ما نجيب الاستاذ رومل ونشحططه معانا ويركب مواصلات، حضرتك عايزه في ايه؟ عاوز يهرش لي في ظهري. يهرش لي؟ يهرش له. برضك مش فاهم يا عادي، يعني انت سبت شغلانه الفول والطعميه عشان تشتغل مخرج لواحد الماني اسمه هتلر؟ يا نهار اسوح، يعني احنا اللي هنقوله هنعيده تاني؟ ما انا لسه مفهمك يا عم مسخوط. عادل، انا فهمت انك عايزنا نسير صاحبك ده على انه الماني واسمه هتلر. ايوه الله ينور عليك، هو كده بالظبط. بس اهو جه. يا مرحب، يا اهلا بالقائد العظيم هتلر. اسمع يا جستافو، انت وهو، انا عايز الاسرى الانجليز اللي قفشناهم النهارده يغسلوا الدبابه بتاعتي. هاي هتلر. يغسلوا الدبابه بتاعتي. هاي هتلر. يغسلوا الدبابه بتاعتي. هاي هتلر. استنوا، يا ريت بعد ما يغسلوا الدبابه بتاعته هاي هتلر، يا ريت كمان ينظفوا الماسوره ويسلكوها عشان ما تطفحش اي صواريخ يعني. هاي هتلر. استنوا، وفكروني بكره الصبح نحتل النمسا عشان نفسي في بطيخ نمساوي. هاي هتلر. استنوا، فكروني بعد ما نحتل النمسا نحتل هولندا عشان عايز اقلي بيضتين في حتة سمنة هولندي. هاي هتلر. استنوا، ولا حاجة.
وعندك واحد عصير فرنساوي لهتلر الالماني. العصير ده فريش يالا ولا ايه؟ فريش ايه؟ ده بقاله سنين، زمانه سم. سم! عايزين يقتلوني! خونة! اعدموهم! هاي هتلر! هاي هتلر! حضرتك بس يا عيني الواد ده عبيط، يا عيني بيطفش كل الناس من الكافيه اللي هو شغال فيه، لكن اكيد مش مسمم ولا حاجه. غور يالا غور يالا. هاي عادل هاي عادل. بقول لك ايه، يعني انا كنت محتاج يعني منك دبابتين بكره الصبح ان شاء الله. عايزين نحتل شارع عبد العزيز. ليه؟ عايز اغير وش الموبايل بتاعي. كفايه! هاي الهتلر! هاي الهتلر! استنوا! اذا ما نفذتوش اللي قلت لكم عليه ابو فكروني اعدمكم بكره. هاي الهتلر! هاي الهتلر! اتفضل يا معلم هتلر، اتفضل اقعد. معلم هتلر؟ ايه يا عم معلم، انت جايبه من سوق العبور؟ ايوه يا دولة، ده كان شغال تاجر سلاح في الحرب الدوليه الثالثه اللي نظمتها الفيفا في المانيا. الفيفا نظمت حرب؟ بالاماره كان بيبيع صواريخ وسنج مطاوي والماني وكل حاجه قدام السد بروسيا دورتمونتو اللي بيلعب فيه محمد زيدان. انت من الحلفاء ام من الاعداء؟ كلنا حلفاء. كريشارد. ريشارد؟ ايه يا عم ريشارد اللي جاي من الدويقه دي يا ابني؟ اسمها كلنا حلفائك يا هتلر. ما دام طلعتم من الشعب بتاعي انا عايز ارشحكم لتنظيم الطابور الخامس. ده اشتغلنا طابور خامس ايه؟ كلنا نعرفهم في طابورين، طابور حريم وطابور رجاله، ولا غلط؟ غلط طبعا. في الطابور الخامس اللي هو طابور العيش، وده بيبقى مرشق جواسيس يا ابني. جواسيس؟ خونة! عايزين يقتلوني! اعدموا الجواسيس! هاتوا لي الجيش واعدموا العيش! هاي هتلر! هاي هتلر! هاي هتلر! سعداوي! يا عم مصخوط! تعال اقول لك حاجة! يا غالي! دلوقتي عادل جاي، وزي ما فهمتك الأستاذ اللي معاه تقول له هاي هتلر هاي! هاي هتلر هاي! يا جماعة! يا جماعة! فلتر هيشرف القهوه دلوقتي وعايز كل واحد يخليه في حاله. لا لا لا، انت بتقول ايه يا سعداوي؟ ده هتلر مات من زمان يا اخويا. يا ابني فلتر ما ماتش، هم الالمان هيغلبوا، ممكن يجمعوه تاني في اي وقت. هاي هتلر! هاي هتلر! هاي هتلر! اهلا وسهلا. اهلا، نورت يا سيد. اهلا اهلا اهلا، فرصه سعيده، نورت الجيزه يا عم هيلتون. عامل ايه يا باشا؟ تشرب يا باشا اي حاجه. هات له شيشه وهات اتنين حلب حصل الجوستابو اللي معاه. حاضر يا باشا. وعندك احلى شيشه الماني للمعلم هتلر في توت المانيا كلها. الى كل القاده الموجودين هنا. على فكره انتم طلعتم قاده حفه. ليه بس يا عم هتلر؟ عشان قاعدين هنا على قهوه وسايبين الطحن في العلمين. اسمع يا هري مسخوط. اوامرك يا استاذ هتلر. اتصل بالهري رومر، عايزه يخلص الحرب في العلمين، عايز اصيف في مرسي مطروح. بلاها مرسي مطروح، الحرب مولعه هناك، روح شرم الشيخ. يا هرة تيتي، شرم الشيخ اللي يروحها؟ هو عايز يروح مرسى مطروح لسببين. السبب الاولاني عشان يصيف هناك بقى على البحر والشمسيه وافريسكا بوندو. السبب الثاني عشان يجيب بربع جنيه اللب ابيض ويقزقز فيه وهو بيحارب روسيا. فكره برضو. احلى شيشه الماني لاحلى مهلتر في الدنيا كلها. الشيشه دي الماني؟ الماني يا باشا، الحجر الماني والشيشه الماني. هتبص يا باشا مكتوب عليه ميدن تشاينا. الصين هم بيحزقوا في الصناعه الالمانيه، عايز احتل الصين بكره الصبح. بس ما تنساش يعني ان بكره الصبح ان شاء الله عندنا احتلال بولايه داكرون، انت نسيت ولا ايه؟ يبقى نحتل الصين بعد الظهر على الساعه 6 بالكتير. الساعه 6 مش هنلحق نخلص على الصين كلها، الصين كبيره. ايه الاخبار؟ هتلر لسه ما صحيش ولا ايه؟ بابا هو مش هتلر ده مات في الحرب خلاص؟ يا حبيبتي بس على الجو رجع تاني يعني. يا عادل فهمني بقى، هو عريسي ده هيفضل هتلر كده على طول؟ انا زهقت. سيبيه زي ما هو، يعمل اللي هو عايزه لغايه ما يرجع شادي تاني. انا ما كنتش اعرف انه هيطلع مناخوريا للدرجه دي. بقول لك ايه، انا هخلعه، هرفع عليه قضيه خلع واتخلص منه. هتلر ابن ام هتلر ده. ايه ده هتلر قلب هندي، قصدي غاندي. صباح الخير يا غاندي يا ابني. تحب تفطر ايه؟ نفسك في ايه يا سيدي؟ اعملي له بقى زلومه مسلوقه، هم ده بيحبوك افطار يعني، الزلومه كامله كده بقى. لا، انا اريد القليل من الماء مع بعض ذرات من الملح. يا سلام، ما بعد ذرات من الملح، ميه وملح عشان الضغط يعني. اعملي له بقى بتنجانيه مخليله في نص رغيف. ما هذه الملابس العجيبه التي ترتدونها؟ لا، أنا يجب أن أترك هذا الكوخ. ماما!
يا عادل، مش عايز عريس بنتي يروح الهند. استنى يا استا غندي، استنى بسرعة يا عادل. غندي غندي بس هاتوا. اليوم لابد أن نحتفل بخروج الإنجليز من الهند. هو النهاردة يعتبر عيد الجلاء الهندي يعني ولا إيه؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ هما في الهند عندهم قناه السويس بتاعتنا؟ لا مش بتاعتنا، هما عندهم بتاعتهم، هما بيمشي فيها بقى فيال شايله مراكب خشب. كفاح المجاهدين هي سبب خروج الانجليز من الهند. ماما ماما ايوه ماما ايه هو هيفضل يرغي كده كتير يا ماما؟ امتى هيرجع لبناني عشان نتجوز بقى ونخلص؟ احنا قعدنا في الهند كتير قوي. يا بنت يا عبيطه يا هبله، سيبيه في الهند شويه لغايه ما اجيب لك شويه حرير هندي. عادل انا عايزاه يجيب لي ربع كيلو فلفل هندي. ربع بس يا ماما؟ ده ربع فلفل هندي وفلفل اسود وفلفل رومي والاخضر الرفيع الحراق اللي بيوجع ده، وهخليه يكتب كل الفلفل ده في القايمه. فكرتني بالقايمه، عايزينه يكتب قايمه قبل ما يفلسع. روح هاتي لي ورقه وقلم بسرعه يا حماتي. بليز ارجوكي ارجوكي يا حماتي، هما ما بيكتبوش القايمه في ورقه وقلم زي ما احنا بنعمل. سلام. امال بيكتبوها على ايه؟ بيكتبوها يا ستي على جلد تمساح وعلى جلد نمر وعلى جلد تعبان. يكتبوها زي ما يكتبوها، المهم ان سناء تتجوز. ايوه ايه ده؟ ده نام. ايه؟ استغندي استغندي. سوف ارتاح قليلا في الكوخ ومن ثم اعود. من ثم يا حلاوة من ثم دي. امتى بقى؟ ايه الاخبار؟ عجبك العريس؟ عجبك يا ماما؟ عجبني هندي هندي، ان شاء الله يا رب يكون منغولي. المهم ان سناء تتجوز والبيت يفضى علينا بقى ونرتاح. امتى بقى؟ امتى بقى احط العلامه البطحه الحمراء دي زي اللي راني حطاها ما بين حاجبيا كده؟ امتى بقى وابقى مدام مدام غندي انديره غندي؟ امتى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده غندي شابلس. ده اخويا شبلن. ايه ده يا استاذ زولا؟ هو انت ليك اخوات ولد؟ ايوه يا سيدي، ليا اخ بس من ام تانية. انا اتولدت في مصر وهو اتولد في السينما. ايه ده؟ هو اتولد في السينما؟ ايه ده؟ هو اتولد في السينما؟ ايه ده؟ هو اتولد خلاص خلاص، هو اتولد مره واحده في السينما. ايه هيعمل 500 مشهد؟ ده اتولد في السينما، اتولد في السينما. الحق عادل، ده بيلعب افلام. لا يا اخي مش بيلعب افلام، هو بس ايه بيمثل ايام السينما الصامته يعني، ما بيتكلمش. ايه ده يا استاذ دوله؟ هو شارلي شابلين ده ما بيتكلمش خالص؟ بيتكلم بس في الاذاعه بس يعني، مش في اي حته، عشان حادثه حصلت له يعني. طب ايه اللي حصل له يعني؟ ما فيش، كان راكب عجله هو وصاحبه كاستيلو، عارفينه؟ لا هو وصاحبه ده، وبعدين راحت العجله خبطت في طوبه، راح نزل في الطين، الفانيلا اتغير يعني، بتاع اربع مشاكل كده. كان فيلم قصير يعني، استنوا بس ما نشوف عايز ايه. كل ده حصل له؟ كل ده حصل له؟ كل ده خلاص حصل له مره واحده خلاص. بيسال على اصحابه يعني، لوريل وهاردي. طب انت عرفت ازاي عادي؟ ما كانت مكتوبه على الشاشه، بص على الشاشه وانت تفهم. صح صح. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 يا شابلن يا شابلن، عيب. ايه عايز ايه؟ ما كتبتش على الشاشه. بيلاغي الحريم الزباين اللي هنا يا ابني في المطعم. وبعدين يا عادل، الراجل ده هيثبت امتى على شخصيه عشان يتجوز اختك؟ يا ماما سيبيه يمثل اللي هو عايزه، المهم يخلص وان شاء الله نعمل لهم الفرح بتاعهم في الاستوديو. يا خوفي لا يتقمص شخصيه مصاص الدماء، يصحى علينا بالليل واحنا نايمين يخش يمص دمنا ويفطسنا. ايه الخيال العلمي اللي انت بتتكلمي فيه ده يا رانيا؟ مصاص دماء ايه ده؟ انت لو ناموسه قرصتك بالليل بتقومي مفزوعه، فما بالك بقى بمصاص دماء؟ كلنا يعني هيقعد يمص دمنا ومش هنحس. ايه الشخصيه بقى اللي السلعريس هيعملها جديده عشان ما تفاجئش؟ والله كله موجود في الجدول. نشوف كده اهو.
اول امبارح كان عامل هولاك، ولما خد الكراريس بتاعت سناء وحطها في البانيو وخلى الخيل بتاعته وتعدي من عليها، ومسك الكتب يا عيني بتاعت ياسمين الغلبانه دي، افتكرها الكتب جايه من مكتبه بتاعت بغداد وراح حرقها. اللي انت بتقوله ده يا عادل ده ما كانش عامل كده، ده كان يوميها عامل الكسندر الاكبر لما ملى البيت وفرش ورمله علشان قال ايه يبني الكسندريا. عبيط خالص وعايز يستلزمك. ايوه بس يا جماعه من حقه يا جماعه، ما هو الاسكندر الاكبر ده هو اللي اخترع المصيف، من حقه طبعا. بس انا يا عادل بقى عجبني جدا جدا لما كان عامل سو رومانتك يا ربي، وعامل الشخصيه بتاعت بيتهوفن الطرشان وقاعد يلعب البيانو. واو بيتهوفن بيتهوفن بيتهوفن. ايوه بيتهوفن. انت عبيده خالص، انت مش عارفك بيتهوفن. انت يا شخصيه ما تعرفيش مين هو بيتهوفن. يا حماتي ولا عمرك سمعتي عنه. حماتي يا حماتي، ماما ما تعرفش بيتهوفن يا حماتي، هتعرف بيتهوفن منين؟ ماما اخرها بيت العز يا بيتنا. انا بقى اكتر حاجه عجبتني لما عمل شخصيه احمد عرابي في جامعه الدول العربيه، قال يعني بقى بيعمل شوبينج. وساعتها قالوا بقى ان الحساب عند الخديوي توفيق وكانوا حته علقه. فكرنيش ما تفكرنيش. Je suis l'empereur Napoléon Bonaparte. Oh, monsieur Napoléon, chéri, tu parles le français comme moi? يا جماعة صح، أنا افتكرت افتكرت النهاردة معادنا بليون. يلا جهزوا كليبر. Oui, monsieur. Oui, monsieur Napoléon. Qu'est-ce qu'il y a en Égypte, Kliber? Trois petits cochons. بيحصل ايه في مصر كليبر؟ والله الواد سليمان الحلبي مطلع عيني حضرتك وعامل لي قلق كتير جدا، وبعدين لدرجه انه هددني ان هو يغزني في ظهري. يعني شايفه لي مهزأ كليبر، مش عامل لنفسك شخصيه في مصر. واو. امال الخوازيق اللي استوردناها من فرنسا عملت بيها ايه؟ صراحه احنا اتزنقنا في الاكل بتاع الخيل، بعنا الخوازيق في وكاله البلح وجبنا لهم شويه برسيم ودور عويق. اتصل في الخارجيه عشان يستوردوا خوازيق من المانيا. من المانيا؟ ها وي، دي تبقى خوازيق سليمه جامده جدا. Je veux voir la télé, Kliber. Why? عايز اتفرج على التلفزيون كليبر. Oui. My doctor, la remote control, Jasmine. Merci, thank you. يعني حضرتك تحب القناة الفرنسية ولا حضرتك تحب تشوف النشرة الفرنسية؟ No. Je veux voir le match entre Hollande et la France. عايز اشوف تيري أونري حط الجول ازاي. تري جاب الجون بايده حضرتك، دي احنا شفناها في الاعاده. مسيو نابليون اتفضل. سي كوا سا؟ حاج الرشيد ان شاء الله. واكتشفوه فين ده؟ في شارع شامبليون. عند يوسف شاهينيون. عادل حموت. عادل عادل، انا هتجوز امتى يا عادل؟ الحمله الفرنسيه امتى هتنزحم مصر وتغور؟ لما كليبر يموت ان شاء الله. طب ما تموتش يا كليبر وتخلصني بقى عشان اتجوز. حتى لو مت مش هتتجوزيه برضو. ليه؟ اهو جي سوي. يلا بخاطركم يا جماعه، ما ممكن كتير. فين انت؟ فين انت؟ يا جماعه انتوا رايحين فين؟ هنا رايح فين؟ هو انت مش خلصت المسلسل بتاعك؟ بل انا هو ايه يا مش هتوفي بوعدك؟ ايوه وعد. الوعد بتاع ال ايوه الوعد. يا جماعة مش عم بفهم شو عم تحكي. بص تقمص شخصية عريس واتجوزها زي فيلم أم العروسة. أنا مش عريس، أنا ممثل، سلمولي على صديقي عاصم. ماما حصليه يا موكوسة، حصليه. حصله غاية لبنان؟ ليه؟ مش لاقي عرسان؟ ده أنا لو قلت يا عرسان السما دي هتمطر. انا سوبرمان، انا مش عادل، انا سوبرمان.